كان بين توجهات دي الوزارة هو زراعة النخيل، من جهة لدعم الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، ومن أخرى لتعزيز الصادرات. المغرب مع النخيل هناك رمزية، يعني النخيل المغرب من بين الدول المعروفة أو من بين الدول اللي معروفة بأجود الأنواع ديال التمر، وهي تمر المجهول اللي معروفة به المنطقة ديال درعا تافيلالت اللي كتساهم في الإنتاج ب 79% من الإنتاج الوطني. أكيد أن هناك دول أخرى التي تنافس كذلك، يعني كنتعاملوا معها في استيراد وتصدير كتونس مثلا. اللي كيميز المملكة وهو تنوع الأصناف ديالها، عندنا صنف بوفكوس، بوستحميل، بسكري، ومن بين أجود كيف ما قلت اللي هي معروفة عالميا تمر المجهول. وحتى في إطار البرنامج الحالي، برنامج الجيل الأخضر، هناك توجه أكيد لتعزيز الإنتاج ديال التمور.